يقول عندما تتحول تونس من دولة ملهمة في التحول الديمقراطي والبناء المؤسسي رغم كل الشوائب والعثرات التي تمر أو مرت بها إلى دولة تحكمها اعتباطية مزاج الرجل، أو كما يقول رئيس المرزوقي دولة الأخ القائد. على كل حال ثابت أن النخبة تتحمل مسؤولية ما وقع في البلاد، لأنه قبل الانقلاب كانت هذه النخب تتخاصم وتتجاذب إيديولوجيا ولم تقدر مصلحة البلاد، وبالتالي أيضا تتحمل النخبة الإعلامية هذه السرديات البائسة التي تنشرها يوميا، وهذه البلاتوات التي تقام وتغالط الشعب التونسي وتقدم له معطيات غالطة، حتى أن التعيس لطفي العماري قد قال اليوم في أحد البرامج التلفزية أن البشير العكرمي قاضي إرهابي، وبالتالي معناها قال كأنه يبرر منع برنامج على أحد الإذاعات الخاصة. وبالتالي هذه النخبة سواء كانت سياسية أو إعلامية أو حتى نقابية وثقافية تتحمل مسؤولية ما يفعله الانقلاب اليوم. قيس سعيد الآن يكاد يكون بلا مستشارين، رئيس جمهورية منتخب أصبح انفض من حوله مستشارين، لا يدافع عليه أحد حتى في قضية الحيري، لا يدافع حتى أركان النظام لا يستطيعون الدفاع عن احتجاج شخص خارج إطار القانون. إذا هذا الانقلاب أفلس البلاد اقتصاديا وأفلس سياسيا ولم يعد له ما يقدم. يا أستاذ علي اللافي رجاء، أستاذ علي فقط رجاء نعول عليك وعلى صبرك أنك حاول تتكلم بهدوء حتى يصلنا صوتك في أحسن الظروف. كيف أفلس سياسيا وهو المتحكم بدواليب الدولة كبيرها وصغيرها سي علي؟ اقتصاديا وسياسيا. هناك فرق بين الإفلاس السياسي وبين سلطة الأمر الواقع، هي حتى حلفته السابقة والتي مهدت له الانقلاب على البرلمان، يعني أمينة عامة الحزب الدستوري تقول أن هناك سلطة الأمر الواقع. هل الحكومة اليوم شرعية؟ الحكومة غير شرعية، هذه حكومة سكرتارية ملحقة بقصر قرطاج ولكنها حكومة الأمر الواقع. وإذا هناك سلطة الأمر الواقع لا تستطيع القوى الصلبة حاليا التي تدفع للدولة بما يعني المؤسسات والإدارة والقضاء وغيرها، إلا اليوم قيس سعيد لن يستطيع الذهاب معناها بعيدا بأن يطوع المؤسسة القضائية لمحاكمة خصومة. لماذا يقع معناها حل مسألة القضاء؟ هناك هدف وحيد في الأفاق هو أنه سيحاكم الجميع، جميع الخصوم السياسيين في البداية وبعد ذلك الخصوم الاجتماعيين، ثم سيأتي حتى الخصوم الثقافيين. سنصل إلى منطق الأخ القائد الذي يسمع ويقال، حتى أن الإقالات أصبحت تنجز في منتصف الليالي. نعم.